السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخوة الكرام، في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم واحد العطل، ربما عطل غير عادي. هذه الغسالة، غسالة الملابس لأحد الزبناء، والعطل الذي بها هو أن هذه الجهة، جهة الغسيل، لا تشتغل، بينما هذه الجهة هي تشتغل بشكل عادي، يعني جهة النشافة. لنجرب، يعني هذه الجهة لا تشتغل وهذه الجهة فهي تشتغل بشكل عادي كما تسمع. إذا بعد فحص هذه الأسلاك أقوم بإزالة، أولا الأخر الكهربائي. بعد فحص هذه الأسلاك يعني والمحركات، تبين بأن يعني كل شيء على ما يرام، ولكن كما قلت يعني الشيء الغير عادي هو عندما يعني فتحت هذه الأزرار، يعني مكان تواجد الأزرار يعني أزرار التشغيل، وجدت هذه الأسلاك بهذا الشكل، يعني وربما يكون هذا شيء غير عادي، يعني هذه الأسلاك يعني وجدتها يعني بهذا الشكل، يعني مأكولة ومقطعة، ربما يكون يعني الفقر هو السبب في هذا المشكل، يعني وهذا المشكل ليس هو الأول، فتأتيني الكثير من هذه الغسالات ويكون يعني بهذه الأسلاك يعني مقطعة بهذا الشكل، وهذا راجع إلى أن هذه الغسالة يعني يكون بها عدة طقور يعني تسمح للفئران بالصعود إلى هذه الأسلاك. إذا فالحل بالنسبة لهذا المشكل فهو جد بسيط، سنقوم بتعويض هذه الأسلاك المقطعة بأسلاك أخرى، يعني مثلا هذا السلك سأقوم بإزالته من هذا المؤقت وأعوضه بسلك آخر، يعني وسأوصله هنا، يعني مكان هذا السلك هو بهذا المفتاح، وأيضا السلك هذه الأسلاك، يعني مثلا هذا السلك يعني يأتي أيضا من هذا المؤقت، سأوصله هذا ينزل إلى الأسفل إلى المحرك، سأقوم بقطعه من هنا وتعويضه بسلك آخر، وأيضا بالنسبة للأسلاك الأخرى نفس الشيء. إذن سأقوم بقطع هذا السلك من هذه الجهة، سأعوضها بهذا الطرف من هذا السلك،
أيضا ونفس الشيء بالنسبة لهذا السلك الأحمر. هذا السلك الأحمر يذهب هنا لهذه القاطعة، يعني القاطعة المتصلة بباب هذه النشافة. سأزيل هذه الأسلاك وأعوضها بهذا السلك، يعني بنفس الطريقة. إذن ونفس الشيء بالنسبة للأسلاك الأخرى، سأقوم بنفس العملية بالنسبة للأسلاك الأخرى. إذن بعد تعويض جميع الأسلاك سأقوم بالتجريب. الآن الغسالة تشتغل بشكل جيد. أيضا النشافة
إذن المشكل كان من الأسلاك فقط. نلتقي في فيديو قادم بحول الله.